الإنسان البدائي بدأ يأكل اللحوم قبل ملايين السنين، وقبل تقريبا 780 ألف سنة بدأ يشويها. أول عضو بدأ يأكله هو الكبدة. ما كان يدري ليش هو قاعد يأكل كبدة، إلا أن جسمه يكون في أفضل صحة إذا أكله. ففي الأخير اكتشفنا اليوم أنه مليئة بالفيتامينات والمعادن، فتجربتنا اليوم بتكون على الكبدة. وأول كبدة معانا من بوفيتي اللي أحبها، والظاهر شفتوها مقاطع كثير، بوفيت العتيبي. فخلونا نجرب أول كبدة معانا من البوفية بالصامولي الجميل اللي يجيك طازة كل صباح، موجود في كل البقالات، الصامولي أبو ريال. هذا للتاريخ، بسم الله. تشوفون العصارة، تشوفون الكبدة اللذيذة مع بصلها وطماطها وكشنتها، والحمار اللذيذ اللي تشوفه، المرقة هذه اللي طالعة في الكبدة، شيء لذيذ ممتع سهل وسلس وسريع، ويخليك تبدأ صباحك صباح مليء بالفيتامينات والدنيا الحلوة. فهذه الكبدة اللي تقدر تاخذها بخمسة ريال. اليوم مو بمسألة أسعار، ولكن بنذكر لكم الأسعار لأن تعودنا. فهذه كبدة البوفية كبدون، هذا المحل متخصص الساندويشز اللي تجيك كذا بشكل دائري اللي صارت هبة آخر فترة. ولقينا عندهم خمس انواع كبده، بنجربها، بنمشي عليها واحده واحده، وخلونا نشوف كل واحده وش فرقها عن الثانيه. طبعا اول شيء معانا الكبده العاديه. فهذه الكبده نفسها قاعد تشوف فيها نفس الفكره، فلفل وطماط وبصل، نفس الكشنه نفس الدنيا، بس اللهم انها ما هي على حمار، على صفار. وشوف هذا الشيء كانما جبنه، فماني متاكد، حتى الشيء العادي يحطون معه جبنه او صوص، فشكل حتى كبدتهم العاديه يحطون فيها صوص خاص فيهم. خلونا نجرب ونقول بسم الله. ما ادري، بس الكبده هنا تحس انها لا، نكهتها اقوى، كقساوة اقسى شوي، واللي معاها فعلا اتوقع انها صوص وخفيفه لطيفه سهله، يعني ما هي ذيك الكبده اللي تحس انها واحده تكفيك، لا يبيلك اكثر من واحده. طبعا نجي للليفل اللي بعده، معها الشيء اللي انا احبه، الجبن السائل مع الكبده، بينهم تناغم بشكل ما تتصوره. اي شيء اصلا تحط عليه جبن سائل يكون لذيذ، ولكن الكبده والجبن تحس ان الاكلتين هذه مكتوبين لبعض. خلونا ناكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دخلتها في جو ثاني، النكهات نفسها اختلفت، الخبزة نفسها طرية بس مع الجبن السائل تحس انها صارت طرية اكثر، اللقمة نفسها ممتعة اكثر. انا شك انه في صوص ولا شيء كذا زيادة معطيها لذة. وهنا نبدأ مرحلة التفنن. هذا اللي تشوفه كبدة بس انها بترافل، الترافل من زمان عنا طايحين فيه طيحة في البرجر، تعودنا عليه صرنا نشوفه في اشياء كثير. اليوم بنجربه مع الكبدة، خلونا نشوف ترافل وكبدة كيف. بسم الله. ما اتوقع ان ترافل وبس حاطين فيه جبن سائل، شوف كيف الدنيا. فالنكهات نفسها متراكمه، صراحه ما توقعت انها بتكون حلوه، لان انا عندي مشكله اساسا مع ترافل، بس اكد لك انها اضافه مره حلوه، حاطين هنا تفاصيل كل اكله. الحين بنجرب شيء جديد برضه في الكبده، اول مره اجربها كبده بالبريستو، ريحه الريحان نفسها مره قويه، تقدر تشوف حتى الخبزه نفسها صاير لونها اخضر. خلونا نجرب الكبده مع الريحان، شوف هو ريحتها منعشه، تحس انك داخل على كوزين ايطالي في مكس غريب. بسم الله. واو، اسمعوا تجربتنا في هذا المحل، احس اني توني اكتشف ان الكبده يصلح معها اشياء كثير، ما تدرون قديش لذيذ. مشكله المحل هذا بس انه بعيد مره علي، 40 دقيقه الى 50 دقيقه فيما وصلنا هنا، ولكن صراحه النكهات اللي قاعد اذوقها الحين والتجربه اللي قاعد يعطينا اياها يستاهل كل دقيقه اخذناها عشان نكتشف شيء جديد. متوقع الريحان والكبده شيء يندمج مع بعض، هنا عرفنا. اخر شغله بناكلها انا بتاكد اذا فعلا زي ما هو مكتوب، اللي بتكون غريبه ما اتوقع انها بتندمج مع هذا الاكل، لان الكبده اللي تشوفونها قدامكم هذه مكتوب كبده مع طحيني، فما ادري هم قصدهم طحينه ولا صدق طحينيه اللي هي الحاليه، هذا اللي بنستكشفه بعد شوي. ممكن ان بناكل كبده حاليه مع ان الريحه اغلبها كبده، فما انت قاعد تميز. خلونا نجرب نقول بسم الله. شوف انا ما احس بأي حاله، بس احس بطحينه اكثر من انها طحينيه. ممكن انه اذا اندمج مع بعض تتغير النكهات، بس بشكل عام تجربه حلوه. بالعكس الاشياء اللي معها اضافات تكون احسن، لان الخبزه نفسها يوم انها كانت كبده لحالها ساده ما كانت فيها الطراوه، بس يوم حطينا الجبن السائل ولا الطحينه ولا البستو والاشياء هذه اللي انضافت تبدا تحس بطراوه مختلفه في الخبزه، تصير ممتعه اكثر وتاكلها. صراحه كبدون ابدع بالاضافات اللي قاعد يحطها في هذا الكبد. احنا في واحد فول اللي بادي من عام 1962، شهادتي فيهم مجروحة، اذكرهم على اول فرع لهم. انا ما ادري عام 1962 يمكن كان فرع صغير بعدين اتطور، بس في مرحلة من المراحل طلع بالشكل هذا، واتوقع انه من زمان اول فوال قد شفت تطور من انه يكون فوال عادي الى فوال بهذا الشكل اللي ممكن انك تشوفه بشكل عادي طبيعي اليوم، هو في وقتها مسوي شيء ثوري وطالع بهذا الشكل. تحسب لهم قدامنا هذا هو الكبدة، طبعا رفيقها التميس، هذا كله 18. خلونا نجرب كبدتهم، تلاحظون اساس الكبده صاير واضح، طماط بصل كشنه وشويه بهارات. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوقه.
الكبده فيها عاده النكهه، لاحظتها في المجمدات اكثر، ما اقدر اقول انها زفره لا، بس في طعم للكبده كذا تعرفها نطاعه فيها، ما هو موجود هنا. هذا واحد. اثنين، الكبده نفسها مره لينه، بس ممكن هذا الشيء يرجع للطبخ، بس اللي اشوف انها طريه وقاعده تذوب في الفم. نكهاتها حلوه وبهاراتها مهيب كثيره، تستمتع بالكبده نفسها. يعني حتى لونها لو تلاحظون فاتح، تبي كذا فوال جميل متطور قاعد يقدم لك شيء نظيف، هذا الفوال انصحك فيه وبشده. هذا المحل قد جينا قبل اسمه كبده وصدقتها، بغينا نغير عن كبده الغنم اللي قاعد ناكلها من اليوم، خلينا ناكل كبده اسكندراني. ممكن احنا نشوفها في تيك توك كثير، نشوف الترند هذا، بس انه ما تحصل اماكن كثير تجربها من عندهم. الفكره وما فيها ان الكبده حقتهم كبده بقريه، ما هي بكبده غنم. خلونا نجرب ونشوف. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فزي ما انتم شايفين هذه هي الكبده، ما تشوف فيها الكشنة اللي احنا نحطها مع كبدة الغنم مثلا. الواضح ان الوضع سادة شوي ودسمة، تشوف كيف الخبزة نفسها تحس انها متشربة. خلونا نذوق اول شيء بدون شيء كذا، نشوف كبدة البقر كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ككبدة سادة حلوة، بس خلونا نجرب نضيف المخلل والحركات اللي معه. طيب خلونا نحط الطحينة، نقول بسم الله، نحط معها حبة مخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كذا. لا هو فرق شاسع بين اللي اللقمه اللي كلناها اول واحده واللقمه هذه، لقيت الطريقه، مخلل طحينه. بكذا انت خشيت على كبده ليفل ثاني، حلوه لذيذه مختلفه عن الطريقه اللي احنا نسويها. فاذا بغيت تغير من كبده غنم الى كبده بقر. طيب الحين احنا في القريه النجديه، هذا المكان شعبي نجدي وجلساته مره حلوه، وبنفس الوقت تحس انه صار خلاص ما هو بمطعم، تعدى مرحله مطعم صار مزار سياحي ثقافي، اي احد جاي احد من برا يبغى يعرف عن ثقافتنا في الاكل يجيبه هذا المكان. حتى احنا جالسين الحين نسبه كبيره من الموجودين يكونون اجانب جايين يستكشفون الاكل السعودي. اللي معانا الحين كبده زي ما انتم شايفين، كبده وتميس، وهذه الليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيك لي على الجمال. يمكن واحده من ألذ الكبدات اللي كلناها اليوم، كشنا طعم تحس انها فيها طعم كذا تدخين مع الحمص، نفس النكهه كذا بالضبط، تعطيها لذه تخليها ليفل ثاني. محل مره رهيب، عصافير تطير فوقك والاجواء مره حلوه، جو ما هو طبيعي. طيب احنا كنا نحاول نخلي محلات سبعه اليوم، للاسف بدايتنا اليوم كانت متاخره، في محلات كبده كثير ممكن فاتتنا بحسب الظروف اللي حصلت اليوم. المحلات اللي مريناها اليوم كانت جميله، قدرنا نجرب الكبده البسيطه اللي تاخذها من بوفيه، فيه الكبده المتطوره اللي تاخذ منها انواع مختلفه ترافل وغيره اللي اخذناها من كبدون، وهذه كانت مره لذيذه، الكبده النجديه اللي تحس انك تاكل كبده عيد اللي كانت من القريه النجديه. فالمحلات اللي مريناها اليوم كلها جميله، وجربنا كبده بقريه اللي هي الكبده المصريه الاسكندراني. ممكن الاسكندراني ثقيله واذا اكلتها لذيذه، بس انه فيه النكهه اللي تبقى بعد ما تاكل تستمر معاك. طبعا ممكن تكون مستنكره لنا شوي، ولكن اذا تحب تجرب شيء جديد بتجوز لك. انا بالنسبه لي واحده من ألذ كبدات ومن افضل الاماكن اللي جلست فيها هي الشعبيه حقت القريه النجديه. الاكلات الثانيه المطوره برضو لذيذه، المحلات اللي رحنا لها اليوم اغلبها جميله، ولكن هذا اكثر مكان حب قلبي في هذه التجربه. لسه في دار الصباح، في كبده سعد، في محلات كثير حقت كبده ما لحقنا عليها في اليوم، وانت برضو شفت الاشياء كلها، شوف اللي يناسبك وتروح تجربه. انا شايف الكومنتات حقتكم، فودي انكم ترجعون في هذا الفيديو تحديدا. يمكن الفيديوهات اللي راحت ما طلبت منكم، وانتم ما قصرتوا كتبتوا تعليقاتكم، لكن عجبك الفيديو او ما عجبك الفيديو اتمنى في هذا الفيديو تكتبون تحت في الكومنتات، لان هذا الفيديو تحديدا يمكن بعد اسبوع انا برجع بقرا الكومنتات كلها عشان نحاول نحسن ونطور من المحتوى. يعطيكم العافيه، نشوفكم على خير.